دايما في وان شوت بركز على اهم اللقطات الايجابيه، والنهارده هي لقطه خاصه جدا وانسانيه جدا جدا. امبارح في مباراه بيراميدز والبنك الاهلي، وقبل انطلاق هذه المباراه بيدخل الفريقين ومعاهم اولاد صغيرين، وفي مباراه امبارح كان في اولاد من ذوي الهمم. وقت السلام الوطني تابعنا وشفنا قد ايه كانوا متفاعلين مع السلام الوطني من قلبهم، وكانت لقطه في منتهى الجمال. تعامل لاعبي بيراميدز معاهم كان في منتهى الرقي والذوق. اكيد الاولاد الصغيرين من ذوي الهمم يستحقوا معامله طيبه، لكن حاله مهمه جدا عاوزين نشوفها كتير في ملاعبنا لارضاء ودعم هؤلاء الاطفال. اكيد حب الوطن مش محتاج وصف، ده داخل جوانا أكيد بيظهر في كل المواقف ومع كل الظروف.